ودلوقتي هنطلع فاصل، انتظرونا عشان عندنا فقرة مهمة جدا بعد الفاصل. ورجعنا لكم وحلقة احنا شخصيا مستمتعين بالشق اللي بنتكلم فيه عن مواقف تخص النادي الاهلي، ولكن زي ما قلنا النهاردة الحلقة فيها سلسلة من الحاجات اللي هي تبدو ليك كلها مختلفة، ولكن في الاخر تلاقيها بتصب في شيء واحد وهو النادي الاهلي. بالظبط. النادي الاهلي بقى ليه قواعد داخل المباريات، هي قد تكون قواعد فنية ولكن تحولت كمان لقواعد تخص شخصية النادي الأهلي داخل المباراة. من القواعد المحببة لكل جمهور النادي الأهلي وهي القاعدة الأولى، لا تأمن مقر النادي الأهلي في الدقائق الأخيرة، والقاعدة الثانية اللي هي لا تنسى القاعدة الأولى اللي احنا لسه قايلينها، بس في البعض نسي القاعدة الأولى والقاعدة الثانية فشاف الدقيقة 90 اللي هي سر من أسرار النادي الأهلي بشكل لازم نرد عليه. نطلع ونشوف الفيديو. أنا عايز أترجم كلامك. هو استقرار وعدم استقرار. ده الروح يا عمرو. لكن البلس 90 والروح دي بتيجي من إيه، من وجهة نظرك؟ ده بيعوض بيه جزء فني، يعني لعيبة النادي الأهلي بروحها بتعوض. حكاية بلس 90 دي أنا عايز أقول لك المباراة المباراة هي المباراة. لا يعني يا عمرو. هكمل بس هكمل طيب. اتفضل. المباراة هي 90 دقيقة والوقت الإضافي تمام بتاعها. فبالتالي أنا أحرص أول المباراة في آخر، هو في النهاية لا 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 في التوقيت ده. فما تقعدش تلعب في الأهلي. لا 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 هو يعني روح الأهلي بتغيب في 90 دقيقة. لا 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 في آخر ثلاث دقايق. هو في حاجة اسمها كده. لا طبعا في حاجة اسمها كده طبعا. هنا في خلط ما بين هو النادي الاهلي روحه بتغيب في 90 دقيقه او بتيجي يفتكرها في الدقيقه 90. لا اطلاق، نادي الاهلي من اللحظه الاولى في اي مباراه هو النادي الاهلي بدليل كل البطولات اللي حققها، ولكن في اللحظات اللي بيبدا الفريق اي فريق في موقف صعب يبدا يتهز فيها، يتوتر بحكم ان المباراه قربت تنتهي، يبدا يفقد تركيزه، بتلاقي النادي الاهلي هو ده تاريخيا في ثلاث وقائع يخصه بس النادي الاهلي والنادي المصري في كاس مصر. بنتكلم في سنه 45 بتلاعب النادي المصري، والنادي المصري متقدم عليك 2-0 الدقايق الاخيره، حتى المباراه كانت بتذاع في الراديو، بيقطع البث بتاع الراديو وبيتم اعلان اخبار تخص الحرب العالميه، بيرجع البث بنكتشف ان النادي الاهلي متفوق 3-2، هدفين سجلهم الراحل احمد مكاوي والراحل حسين مدكور عشان خاطر يفوز النادي الاهلي، لدرجه ان بدا البعض بورسعيد وقتها يتكلم ان في نوع ايه اللي حصل البث اتقطع، النادي الاهلي في حاجه غلط. بتيجي النادي الاهلي في سنه 84 وهو برضو بيلعب النادي المصري في نهائي كاس مصر، بتيجي بتسجل في الدقيقه 90 كابتن علاء ميهوب بعد ما كان نادي المصري متقدم، بتيجي كابتن علاء ميهوب يعادل في الدقيقه 90، بتلعب بعد كده كابتن علاء ميهوب بيسجل في الدقيقه 110 وبيسجل كابتن خالد جدالله الهدف الثالث. 2017 المباراه الشهيره اللي بيقدر عمرو جمال بيسجل فيها في الدقيقه 117 ويحسم اللقب احمد فتحي. هل ده من قبيل الصدفه؟ لا، هو نفس الفكره يا جماعه اللي واخدينها معاكم خط طول الحلقه. انت عندك مرجعيه بنت شخصيتك على مدار السنين، كابتن عماد متعب اتشكلت شخصيته في النادي الاهلي في 2005 في بدايه مشاركاته الافريقيه في اول بطوله ليه، بيسجل في اياكس في الدقيقه 95 اياكس كيب تاون، وبعد كده بيسجل الهدف في الرجاء البيضاء في دور المجموعات عشان يبدا يقول لك لا في شيء مختلف، في لاعب عنده شخصيه الدقائق الاخيره. تمر السنين ويحسم بعدها مباراة ببطولة زي الكونفدرالية وسيوي سبورت ولقاءات أهدافه وفاق صيف وبطولات كتير جدا وأهداف كتير جدا لعماد متعب وأهداف أخرى، ده كله تشكل إزاي؟ هي شخصية النادي الأهلي. النهاردة بالصدفة وأنا جاي كنت بسمع كابتن وليد عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك، قال أحد أهم أسباب إضاعة ضربة الجزاء اللي ضيعها عبد الله جمعة إن هي جت في الوقت الأخير، قال أنا شفت لعيبة الزمالك مش مقبلة على تسديد ضربة الجزاء وعبد الله جمعة راح شاط. ده فارق. طبعًا إحنا جبنا الكلام على لسان واحد زملكاوي شاف في الدقائق الأخيرة، أنت عندك اللعيبة في الدقائق دي ما عندهاش نفس الثقة اللي عند لعيب الأهلي. فإذًا الموضوع مش وليد الصدفة أبدًا. شوف اللي أنت سردته ده كله بيؤكد إن النادي الأهلي تاريخيًا بيستمتع لاعبوه او بيتمتع لاعبوه بفكره اللعبه حتى اخر لحظه، ومهم جدا كلاعبي النادي الاهلي يترسخ ده خلال اجيال متتاليه ان انا دايما لازم العب لحد اخر لحظه. وارد جدا
عشان هو بيقول هي الدقيقه 90 مش زي الدقيقه الاولى. لا هي الدقيقه 90 عند النادي الاهلي مفهومها مختلف عند باقي الانديه، لكن وارد جدا وانت بتلعب لغايه اخر لحظه ما يحلفكش التوفيق. وارد جدا زي ما بيتقال الاهلي بمن حضر، تيجي تلعب بتشكيل ناقص عدد من الاساسيين وما يحلفكش التوفيق. لكن مهم جدا ان اللاعبين يكون وهم نازلين المباراه عندهم ان الاهلي بمن حضر ولازم تلعب على ده وتلعب وتسعى للفوز طول ما انت موجود على ارض الملعب ولحد اخر دقيقه لحد صفاره النهايه. ده مكتسبات عند النادي الاهلي شفناها في اوقات كثيره جدا، فارس شرح جزء كبير جدا منها او سرد جزء كبير جدا منها. طبعا ما ننساش اللقطه التاريخيه لمحمد ابو تريكه في صفاقس التونسي اللي حولت مسار الجيل بشكل جميل جدا، وصلت ان انت تاخد برونزيه كاس العالم للانديه وبقى في شخصيه للجيل ده مهمه جدا. ما تنساش طبعا مجدي قفشه، صحيح ما كانتش بلس 90 ولكن من اهم الاهداف اللي في تاريخ النادي الاهلي هو هدف مجدي قفشه اللي في اللحظات الاخيره اللي هيكون عندنا معاه وقفه مع احد كبات النادي الزمالك عشان نوضح الفارق ونوضح ازاي النادي الاهلي عنده مكتسبات البعض بيحاول يفقدها للنادي الاهلي. دي مجموعه طبعا من الاهداف على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لان لو على الحصر الموضوع كبير جدا 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 وعندنا في كل موسم اكتر من 5 أو 6 أو 7 اهداف. لكن مش ده بس اللي كان بيقوله الاستاذ عمرو الدردير، لا ده كان اتجاه حصل في نفس الاسبوع يمكن كمان مع الكابتن باسم مرسي اللي طبعا كنتوا عارفين هو دايما مصطلح شهير ان هو مش متابع، حتى لما بدا يتابع كان شايف ان لحظات الحسم عند النادي الاهلي حظ. نشوف باسم مرسي. والزمالك اما بيروح لاخر ربع ساعه واخر 10 دقائق ما مش حاجه كويسه لنادي الزمالك عامه، هو لازم يخلص الماتش بدري عشان يستريح اللعبة بقى تلعب براحتها وفنيات تبان، ده طبع الزمالك يعني. ده غير النادي الاهلي، الاهلي ممكن يكسب ماتش في الدقيقه 90 مثلا، الزمالك يقدر يخلص ماتش في الدقيقه 90، بس هي بتبقى ماشيه يا كابتن من الاخر. انا والله انا اصل انا بحليها كده، هو شايفها انها ماشيه مع النادي الاهلي. طيب ماشيه مع النادي الاهلي مره مرتين 13 مرات، لكن لما نتكلم في حاجه من 1945 ولو نقبنا في التاريخ هنلاقي ما هو ما قبل من ذلك، وبنتكلم عن حاجه ماشيه مع النادي الاهلي للدرجه اللي ما بقتش بس او ما بقاش بس لاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بينتظروا ان دايما النادي الاهلي يسجل في اللحظات الاخيره، لا ده كمان المنافس بقى هو بيلاعب النادي الاهلي بقى كمان منتظر ان النادي الاهلي يسجل في اللحظات الاخيره. دي اصعب حاجه على اي منافس، ان هو جوه المباراه يبقى عنده الخلفيه اللي ما كانتش عند البعض، ان هو عارف ان جوه المباراه النادي الاهلي في الدقائق الاخيره صعب جدا. نطلع ونشوف اسلام جابر لاعب نادي الزمالك نفسه قال ايه. انا كنت قاعد امبارح في المعسكر بقول لهم انا حاسس ان احنا هنكسب 2-1. بقول انا حاسس يعني احنا حاسس احنا مركزين وكويسين فليه ما نكسبش؟ قلت فهم بيقولوا البونت كويس، قلت لهم طبعا البونت كويس من النادي الاهلي نادي كبير. فاحنا طلعت بره في الدقيقه 85 كده فقلت لهم ان شاء الله الماتش هيخلص كده يعني. فقالوا لي لا الاهلي بتاع الدقيقه 95 هجيب. لا والله انتوا قاعدين على الدكه كل دي حوارات على الدكه. ده ضرب بينك وبين مين؟ ما بين انا والاداري والدكتور. قالوا لك الاهلي بتاع الدقيقه 95 وفعلا الدقيقه 95 يعني كان قلبهم حاسس اللي هيحصل. قالوا لي لا لازم الحكم يسفر بنفسه عشان نصدق ما يطمنوش لما السفاره تطلع. يبدو ان هو خد ما يخص النادي الاهلي وخد نصيحه الناس اللي كانت قاعده مع الدكه، فراح الزمالك نشر الفكره فاصبح هدف قفشه وغيره من الاهداف ببطولات نتيجة ان الفريق اللي قدامك عارف ان انت في الدقائق الاخيرة حاسم يا باسم. بص هو بعد الفار حتى ما تأمنش النادي الاهلي بعد صفارة الحكم، لان وارد جدا الفار يعيد الصفارة دي، فدايما ده اللي كان بيتقال. اسلام جابر كان قاعد على الدكة وللاسف او هو كان ظن ان هو خلاص كسب، وطبعا دي مباراة 2-2 اللي سجل فيها ايمن اشرف الهدف في الدقيقة 95. لكن القصة مش بس اسلام جابر، وهي دي النقطة اللي احنا مصرين اننا نتكلم عنها. مش عاوزين حد يكسر قاعدة للاعبي النادي الاهلي، مش للجيل ده بس، لاي جيل جاي، لان بيوصل للاعبين اخرين القاعدة اللي هتشوفوها على لسان كابتن حازم امام كابتن نادي الزمالك وهو بيحكي عن وقعة هدف قفشة. نشوف الفيديو. لما قفشة حط الكورة ودخلت جوه الشبكة شعورك كان ايه؟ بصيت على الوقت، اول ما جون جه ما فكرتش في اي حاجة غير في الوقت.
انا كنت فاكر ما كنتش بص ما كنتش متابع الوقت خالص لان كانت احداث الماتش سريعه والماتش كان سريع جدا. بصيت على الوقت لما لقيت الدقيقه 85 و86 عرفت ان احنا مش هنعوض. يعني انا كنت كان انا ما قلقتش على فكره اول ما الجون جه ما كنتش قلقان. يعني ما شفتش قفشه حط الكره في ابو جبل ما قلقتش. ايه الرياكشن اللي جالك في ثواني؟ ما كنتش قلقان والله. قلقت اول ما بصيت على اللوحه. ولقيت الوقت لقيت ما فيش وقت. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. ما يمتلكه النادي الاهلي يفتقد الاخرين مع كامل احترامنا للاخرين. الهدف في الدقيقه 85 و45 ثانيه. حازم امام ما كانش واخد باله ان الهدف في الوقت المتاخر ده فكان حاسس ان هو ممكن يعوض، لكن لما شاف ان الوقت ده بالشكل ده فقد الامل تماما. اسمحوا لي بس اطلع لنقطه مهمه جدا هي نقطه عمر السعيد. انا واحد من الناس كنت شايف الحماسه اللي كان بينزل بيها عمر السعيد وهو بيغير التيشيرت، انا هنزل اجيب التعادل انا هنزل اجيب التعادل، ده شيء ايجابي جدا لعمر السعيد. بس هو بقى بينزل في الجونه بيسجل اهداف وبيجيب اهداف، لكن ما جابش في مباراه الزمالك. لكن كان عنده شعور مختلف تماما عن شعور كابتن نادي الزمالك حازم امام، هو ان خلاص رمى الفوطه، الموضوع انتهى، مش عاوزين ابدا نوصل لاعبي النادي الاهلي او اي جيل من النادي الاهلي يفقد الحماس لغايه اخر ثانيه، ودايما يبقى عارف انه مطالب بالفوز والاهلي دايما بمن حضر، وروح الفانله الحمراء موجوده وده ارث لازم نكمل عليه حتى لو في بعض الاوقات خذلنا بعض المواقف او بعض المباريات. بالظبط احمد، هي دي زي ما قلنا احنا شرحنا ارث النادي الاهلي في مواقف كتير جدا كلها بتجمع زي ما انت قلت النادي الاهلي.